السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم في فيديو جديد وجولة جديدة. معكم ايمي من قناة ايمي وهنونة. النهاردة ان شاء الله هنصور لكم من السوق الجديد في محافظة بورسعيد عند اسماك اولاد العاصي. اهو اسماك اولاد العاصي ملك الجمبري ادارة الحاج حمادة العاصي واولاده. يلا بينا نشوف مع بعض الاسماك اللي موجودة. عايزة اقول لكم ان الساعة دلوقتي 2 بالليل والسوق شغال، برضو في ناس كتير شغالة هنا في السوق الساعة 2 بالليل. وما شاء الله جودة الاسماك زي ما احنا شايفين. يلا بينا نبدأ الفيديو. انواع كتير اهي من الاسماك بتاعت البحر الابيض بقى المعروفة هنا في بورسعيد. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ متعرف بيك؟ السيد العاصي. اهلا وسهلا استاذ سيد العاصي. ايه حكاية بقى ملك الجمبري دي؟ احنا بفضل الله بنشتغلش اللي في الجمبري اللي هو البلد النظيف، انضف حاجة عندنا هنا في السوق. يعني اي زبون عايز جمبري نظيف يدله على مين؟ على اولاد العاصي. على اولاد العاصي. مشتغلش اللي في الحاجة النظيفة اللي هو الجمبري الدنيس البربون. يعني انت مشهورين اكتر بالجمبري يعني؟ بالجمبري. عايزين نشوف بقى الجمبري. نبدأ بالجمبري. ايه جمبري عندي الاحجام دي الوسط اللي هو الحجم ده كده، ده جمبري ابيض. ده جمبري ابيض؟ اه ده الوسط. ده انا كان عندي بقى احجام تانية بس اتباعت، اللي هي الاحجام اللي هي الشعب اللي هي فيه ب 100 فيه ب 80 فيه ب 150. الاسعار اللي في متناول الايد. ده في متناول الجميع. ده بكام؟ ده عامل 140. 140. اه في بقى عندي احجام بقى كبيره، كان عندي احجام وسط بس خلصت، اللي هي الشعب اللي انا بقول لك عليها اللي هي في 150 160. تمام. انا بس قبل ما اكمل انواع الجمبري حابه بس اعمل لقاء مع هنا مع زبون جاي يشتري منك الساعه 2 بالليل. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ الله يكرمك. نتعرف بيك؟ محمد الكيابي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا اتفاجئت بيك في السوق بالليل كده. لا انا بحبك باجي هنا ارايق شويه وباخد منه. بس حضرتك من اهل البلد مش كده؟ اه ان شاء الله. اصل سمعت ان الناس اللي دايما بتيجي تزور السوق الجديد بالليل بتبقى اغراب. بس ممكن يبقى غريب، ممكن اهل البلد، بس انا متعود باخد من السيد على طول هنا بالليل. يعني ايه اللي بقى بيميزه عن اي حد يعني؟ اخترته هو بالذات لان هو بيدي حاجه كويسه. لو مش لو جاي صنف معين مش كويس ما يديهوليش، يقول لي ما تاخدش منه. عنده امانه جامده. ايوه طبعا. يعني سواء بالليل او بالنهار او كده في اي وقت تيجي تلاقي عنده السمك الطازه. طازه اللي حضرتك. ولو عايز يعني دلوقتي طلبت منه كابوريا اللي مش كابوريا كويسه ما رضاش يديني، قال لي ما تاخدش كابوريا كويسه. ما رضيش يديني. قال لي تعالى بكره. لكن السمك كويس. انا اخدت له مني بوري مبطخ وما شاء الله بالف هنا وشفا. الله يكرمك. بتتعامل معاه من زمان؟ بقى لي فتره بتاع تقريبا من السوق القديم كمان. من ايام السوق القديم. من كذا سنه. بالف هنا وشفا. الله يكرمك. احنا بنشكر حضرتك وتشرفنا بمعرفتك. الله يكرمك. واحنا اسعد والله. شكرا جزيلا. نكمل بقى معايا مع استاذ سيد العاصي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ده بقى جمبري ايه؟ جمبري ده الاول. ده جمبري ازاز. ده جمبري ازاز. ازاز. سعره كام الازاز؟ الازاز ده عامل 150. 150. حلو. 150. في عندي بقى البطارخ بتاعت البوري، عندي بقى السبات اللي هي المؤاخذه. انتوا بتسموها هنا لمؤاخذه او بيت صبات اللي هي البطارخ بتاعت السلع. بتاعت السلع. سعرها كام والطبق ده قد ايه؟ الطبق ده نص كيلو عامل 100 جنيه. نص كيلو عامل 100 جنيه والبطارخ دي قد ايه؟ ده نص كيلو عامل 150. نص كيلو 150؟ الاحجام برضه في حجم 180 في حجم 200 في حجم 250. النص انا بعمل امتصاص عشان برضه يبقى في متناول الجميع يعني. في واحد عايز كيلو، في واحد عايز نص كيلو. ايوه برضه بقى عندي احجام جمبري يعني جميع الاحجام، بس الاحجام اللي هي مره اللي هي في متناول الجميع خلصت ما عادش في ثاني يعني. اللي هو ب 150 او 140 او 130 ده. ايوه يخلص بقى، انما في اسعار بقى اللي هو ب 400 350 250. ده كام عامل كام الجمبري ده؟ ده عامل 180. ده بتاع مزارع الجيش مش كده؟ ده مزارع الجيش اهو في بلدي، بس البلدي يعني احنا في الشتاء اسعار غاليه. الشتاء بيبقى قليل شويه فبيغلى. انا اصلا كده كده ما بشتغلش الا في الجمبري البلدي. كده كده ما بشتغلش. تمام. وده ده ازاز؟ ده بلدي ازاز. سعره كام؟ ده سعره عامل 350. 350 جنيه. 15 حبايه في الكيلو. 15 حبايه. ده اسمه مكرونه. سمك مكرونه. ده مكرونه صغيره؟ صغيره. في سمكه عندكم شبه المكرونه اسمها ابو كرش. بس مش موجوده. دي طعمها يعني شبيهه؟ شبيهه. بكام المكرونه؟ ده عامله 50. 50 جنيه؟ 40. ب 150. الصغيره؟ انتوا بتحبوا المكرونه الصغيره دي؟ لا بحسب الزمان. ايه؟ لا كبيره. وده اسمه ايه السمك ده؟ ده مرجان. ده مرجان؟ ده سمكة المرجان عندهم فيها شبه من النفارة شوية. بكام المرجان؟ ده عامل 50. 50 جنيه. وده؟ ده اسمه دراك. الدراك عامل كام؟ الدراك ده عامل 60 جنيه. كام؟ 60.
60 جنيه. والدنيس؟ دنيس 120. دنيس بلدي؟ بلدي 120. بلد وفي مزارع. والقاروص؟ القاروص عامل 120 حسب الاحجام برضه. حسب الحجم من 100 ل 120. والقاروص الصغير؟ الصغير ب 50. ب 50 جنيه القاروص الصغير ده. عايز كده الوسطان واحد. نيجي هنا بقى، دي السمك اللوت. اللوت دي بلدي ولا مزارع؟ بلدي، في بلدي وفي مزارع. دي ايه؟ دي بلدي. دي بلدي. سعرها كام الكيلو؟ ده عامل الكيلو بتاعها عامل 80 جنيه. 80 جنيه. ودي الموسى اهي. خد من ده حبيبي، الجمبري ده حلو. سمكه موسى بكام الموسى؟ الموسى دي الكيلو بتاعها عامل 150. هو برضه احنا في الشتاء السمك اسعاره، يعني لو هو ب 100 ب 130. دي بقى المكرونه الكبيره. المكرونه الكبيره دي اهي، يعني احنا شفنا المكرونه الصغيره دي اكبر حجم في المكرونه، وده الحجم اللي هو اقل شويه اهو. بصوا اقل شويه. بكام بقى المكرونه الكبيره دي؟ الكبيره عامله 70. 70 جنيه. والوسط دي؟ الوسط ده ب 40 جنيه. وده البربوني عامل كام؟ البربوني ده عامل 100. 100 جنيه. والموسى اللي عندك؟ احنا في الشتاء اسعار السمك بتبلع 20 و10 برضه على السمك. ايوه. يعني مثلا كيلو البربوني في الصيف مش زي في الشتاء. ايوه على حسب. والموسى؟ الموسى اللي عامل 140. دي اسمها سيوف؟ سمكة سيوف. في منهم بطة ومبروم ولا هي مبططة بس؟ سمكة السيوف. تتعمل ايه السيوف دي؟ بتتقلي. سعرها كام؟ سعرها 90. 90 جنيه في الكيلو. بس الحبايتين بتوع اهو. دي سمكة السيوف. وده اسمها ايه؟ دي باغة. دي باغة؟ بكام الباغة؟ الباغة دي الكيلو بتاعها عامل 60. دي باغة مبرومة؟ باغة بس كده. باغة. وده دي الطبارة مش كده؟ ببطرخة؟ بكام الطبارة؟ 50 جنيه. وفي احجام، في 60، في 70، برضه في متناول الجميع، يعني في 60 اللي عايز ياخد ب 50. عندنا الشعبي وعندنا برضه يعني على حسب برضه المسجون بيقف عندي، لازم يتلاقي كده. طبعا طبعا لازم يبقى الاسعار في متناول اي حد معاه. طبعا. ودي سمكة ايه؟ ده سمك مرجان. مرجان او صرع عندنا في السويس بيسموه صرع. صرع ومرجان. بكام المرجان؟ 50 جنيه. 50 جنيه. نيجي هنا بقى، انتوا ملوك الشبار الاخضر. اهو، او الجوابي مش كده؟ ده جوابي. سمكة الجوابي اهي. بكام بقى؟ ده عامل 40. 40 جنيه. مبطرخة الايام دي؟ لا، مبطرخش بقى الا في شهر 3 و4 و5. 3 و4 و5. طيب 3 و4 و5 بيوصل سعره لقد ايه المبطرخ عندك؟ المبطرخ بيوصل مثلا ل 80 جنيه في 70. 80. انا سمعت ان انتم ملوك الجوابي والشبار الاخضر. اكتر ناس بتحبوا اكله السمك دي انتم مش كده؟ تمام. يعني ممكن تشتروا السمك الصغير ده، ممكن تشتروا السمك كبير. هو في ناس بقى غوياء ممكن ياخدوا ب 70 جنيه 80 جنيه، بس لما يكون ببطر في بطر ياخدوا 40 50 30. حسب برضه حجمه والسمك كله ازاي بقى. اهو. وهو كمان ملوك الشبار الاخضر هنا في بورسعيد، شايفين بيحبوا السمك الصغير ده اهو، بيحبوا قوي ياكلوه. ده عامل 20 جنيه. ده 20 جنيه طبعا شوي، يعني بيتشوي. صغير. وهنا ده البيت او السبيه. دي بلدي. بلدي. انتوا بتحبوا تنضفوها كده؟ احنا بننضفها عشان الزبون بيبقى برضه عايز حاجه مستعجله سريعه، الثانيه بتقعد مثلا من 10 لربع ساعه تنضف، فدي الزبون بياخد منها بتبقى على طول عشان عايز ياكل. وبعدين هي متنضفه الكيلو بيبقى صافي، مش نص كيلو. ايوه. هو هياخد كيلو من الثانيه ب 120 جنيه، المنضفه بتاعت معاه ب 150 جنيه. دي سعرها كام؟ دي عامله 140. 140 جنيه. تمام. وبكده تكون انتهت جولتنا هنا عند محل اولاد العاصي، ودي الاسماك اللي كانت معروضه عنده اهي كلها زي ما احنا شايفين كده. بصوا اهي الاسماك. احنا بنشكر حضرتك جدا. شكرا يا استاذ سيد. شكرا. وبشكركم جدا لحسن المتابعه، واتمنى ان شاء الله لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعموني باللايك والشير، واللي يشوف قناتي اول مره اتمنى يشترك فيها ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.